درس التاريخ هل فعلناها؟ فعلناها وبجدارة. اليوم كنت أحدث إخواني العلماء وإخواني المخلصين، قلت لهم عطاء الحضارة الإسلامية للغرب أكثر بكثير مما يقرون وأكثر بكثير مما نعرف، لكن نحن ربما لا نعرف وهم لا يعترفون، وتبقى الحقيقة مخبأة مدسوسة، أنهم يدسونها خشية العار أيها الإخوة، خشية افتضاح العنصرية والمركزية أكثر بكثير مما نظن. وحدثتهم بقصة رئيس وزراء بولندا حين زار دمشق الشام أيام الأسد الكبير، نعم، وقال له الرئيس حافظ الأسد، قال له: يا سيادة رئيس الوزراء، أنا أريد أن أعتب عليكم في مسألة. قال: ما هي؟ قال له: النظام الكوني الجديد الذي أتى به نيكولاس كوبرنيكوس، وهو المعروف بالهيليوسنتريك سيستم، النظام الذي تمركز فيه الشمس في مركز العالم. طبعا هي الحين ليست مركز العالم ولا مركز العوالم، لكن هكذا ظن نيكولاس كوبرنيكوس. قال له، طبعا هذه الثورة الكوبرنيكية، الآن يقولون ثورة كوبرنيكية مثلا في الاقتصاد، ثورة كوبرنيكية في البيولوجي، ثورة كوبرنيكية في الفيزيك. كوبرنيكوس شيء كبير من آباء العلم الكبار الأربعة الكبار في الغرب. قال له: هذه النظرية لمن؟ قال: لكوبرنيكوس، العالم كله يعرف. قال: لكن الأسد الذي نعرفه نحن وأنتم تعرفونه أنها ليست لكوبرنيكوس، كوبرنيكوس سرقها، إنها لأبي الحسن ابن الشاطر، كان مؤذنا في مسجد هذا، يؤذن في أحد مساجد دمشق الشام المباركة أيها الإخوة، ويصنع الساعات، وكان عالما بالفرائض والمواريث، عالم كبير فتوحات إلهية. قال له أبو الحسن ابن الشاطر هو الذي تحدث عن هذا النظام، وهو الصورة الضديدة أو المقابلة للنظام البطلمي، نظام بطليموس الذي يرى أن الأرض الجيوسنتريك سيستم هي مركز الكون، غير صحيح، هيليوسنتريك، وهذا أيضا غير صحيح. فنكس رأسه خجلا البولندي وقال: نعم هذا صحيح، يعرفون هذا وثابت لديهم، نحن فعلنا هذا بفضل الله تبارك وتعالى. جاليليو وجاليلي بعد ذلك أيها الإخوة، تيهو براها، يوهانس كيبلر الألماني، ليوناردو دافينشي المهندس والفنان والنحات وصاحب الخيال العلمي الخصيب، هؤلاء للأسف الشديد وبحسب شهادة جماعة من المؤرخين، نعم من المؤرخين الألمان مؤرخي العلوم، كانوا مجرد لصوص سطوا على التراث الإسلامي الذي بقي في العتمة وفي ظلمات أقبية الكنائس أيها الإخوة لما يزيد عن 200 سنة تقريبا، ثم أخرج هذا ونسب إليهم على أنه من إبداعاتهم الأصيلة، تراث مسروق. جابر بن حيان، أتعلمون بحسب تاريخ العلم كم كتابا خط هذا الرجل؟ هذا في القرن الثاني الهجري، شيء لا يكاد يصدق، وفي الكيمياء فقط، في علوم الكيمياء أيها الإخوة وما يتعلق بها، هذا الرجل خط 1700 كتاب، شيء لا يكاد يصدق، لا يفهم إلا بأنه عون إلهي وفتح رباني مدد إلهي صمداني. 1700 كتاب. جابر بن حيان هو أول من أشار أيها الإخوة إلى قوة الربط الذرية binding energy، اللي هي طبعا أساس تفجير طاقة الذرة، وقال بالنص والفص، قال في قلب كل ذرة، طبعا هو لم يتحدث عن ذرة بمعنى الأتوم، يقصد الشيء البسيط جدا كالهباء، قوة لو أمكن تحريرها لأحرقت بغداد. كيف فهم هذا؟ هذا عبقرية العقل المسلم، عبقرية العقل المسلم. البهاء العاملي أديب نعرفه عبر المخلاة وعبر الكشكول، أليس كذلك؟ قرأنا المخلاة وقرأنا الكشكول، البهاء العاملي ما لا نعرفه عنه أن الرجل كان فيزيائيا مبرزا، وأنه في أحد مساجد أصفهان أيها الإخوة استطاع أن يحقق الصيغة التي لا تزال الفيزياء الغربية إلى الآن تعلن عجزها عن تحقيقها، الطاقة الخالدة، طاقة خالدة كحركة خالدة أيها الإخوة أو إنارة خالدة تستمر متواصلة من غير تغذية، مستحيل. طبعا جاليليو جاليلي عني كثيرا بهذه الفكرة، ثم سلم ورفع الرأي البيضاء، اليوم قالوا هذا مستحيل، البهاء العاملي في هذا المسجد اصطنع أضواء تضيء ليلة نهار دون أن تطفئ ودون أن تمد بأي شيء، هذا غير مفهوم كيف. السباع التي كانت في أحد مساجد قرطبة 5 أيها الإخوة وهي تخذف الماء بشكل مستمر، المهندسون الغربيون أتلفوها لكي يعرفوا سر هذه الحركة الدائمة ولم يعرفوا إلى اليوم،
هذا العقل المسلم عقل مبدع عقل أصيل، لا يعرف الحدود أيها الإخوة، لا يعرف الحدود. لكن للأسف تقريبا الذين بنوا أول مرصد إسلامي هم الذين هدموه. نحن الذين بنينا أول مرصد أيها الإخوة، ولما سئل بنيه لما بنيت هذا أنت ترقب، أنت بواب السماء، أنت حارس السماء، قال استجابة لأمر الله، لأنه أمر أن ننظر في ملكوت السماوات والأرض، أن ننظر نظر فكر وذكر. ثم جاء أواخر العثمانيين وهدموا آخر مرصد، هدموه لأنه قالوا تنجيم، والتنجيم حرام. لم يفرقوا حتى على مستوى المصطلح بين أسترولوجي وأسترونومي. أسترولوجي حرام، لكن أسترونومي هذا الفلك، علم الفلك هذا لا يفهم. كل عندهم أسترولوجي، كل عندهم، فهدموه. الآن الأمة تتراجع الآن، لا يريدون أن يفتوا